نرحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الثالث عشر للقعدان اللقايا المهجنات. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي وبدأت الانطلاقة مباشرة مع الصدارة ليتابع المركز الأول والشعار المنطلق في هذه اللحظات. ريمان عايض بن رفعان بن عايض القحطاني يقدم لنا شعاره مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني يتابع القادم والحاضر في هذه اللحظات، يتابع انطلاقة حشيم أحمد بن محمد بن سلطان الربيعي هو القادم، بينما المركز الثالث يتابع القادم والحاضر الوسمي أحمد بن حمد بن حميد العويسي هو القادم، بينما المركز الرابع القادم والحاضر أتابع الزعيم قريش بن عبد الله بن قريش النعيمي هو القادم في هذه اللحظات. في هذه اللحظات بينما القدوم والحضور أتابع المركز الخامس القادم الغزال فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي هو القادم في هذه اللحظات، بينما المركز السابع أتابع القادم والحاضر قماري وعبد الله بن مبارك بن قران المنصوري يقدم لنا شعار. المركز الثامن زعفران علي بن محمد الدحبة الحسيني العفاري هو القادم، بينما المركز التاسع أتابع القادم والحاضر بدران طالب بن سعود بن ناصر العجمي القادم في هذه اللحظات، والمركز العاشر مشرف عامر بن محمد بن زايد المنصوري. هكذا هو النداء الأول، أعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. شاهين علي بن سعيد بن علي بن سعيد المزروعي من غير واحتل الصدارة في هذه اللحظات، بينما بالرفعان وشعاره قادم مع المركز الثاني يقدم ريمان عايض بالرفعان بن عايض القحطاني هو القادم. المركز الثالث القدوم والحضور أتابع انطلاقة الوسمي أحمد بن حمد بن حميد الأعويسي. المركز الرابع القادم مشرف عامر بن محمد بن زايد المنصورية. المركز الخامس القدوم والحضور مخلاب هو القادم حامد بن ناصر النعيمي قادم في هذه اللحظات مع مخلاب وانطلاقة مخلاب، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى. من ينطلق في هذه اللحظات؟ يا سلام، الذيب الذيب سهيل بن عامر بن سعيد الغفالي من يحتل الصدارة ويحتل المركز الأول مع مقدمة الشوط. بالرفعان مع المركز الثاني، أبناء المملكة قادمين بكل قوة، وأيضا القدوم والحضور من لهب سعيد بن محمد بن حليس العفاري هو الحاضر، والنعيمي قادم مع مخلاب حامد بن ناصر النعيمي يقدم لنا شعاره. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الذيب 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 مع المركز الأول سهيل بن عامر بن سعيد الغفالي تحرك، ولكن القادم في هذه اللحظات العابر سعيد بن عامر بن سعيد المغري. الله الله يا المغري، من يو
يقدم شعار من ينطلق مع العابر 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 بالصدارة ومع الناموس. الله يا المغرية الله يا المغرية سلامي إلى بدية سلامي إلى بدية مع المغرية مع العابر سلام يا العابر سلام. سعيد بن عامر بن سالم المغري المركز الثاني ذيبة سهيل بن عامر بن سعيد الغفيري المركز الثالث شعار بن رفعان المركز الرابع المركز الرابع الشمامي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري والمركز الخامس كان الدخول جماعي ما بين الرقم ثلاثة وما بين الرقم واحد. إذا تانينا والناموس نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول العابر العابر سعيد بن عامر بن سالم المغيري توقيته ولحظات وصوله 5:54 8 أجزاء من الثانية ويرافق التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس المركز الثاني المركز الثاني الذيب سهيل بن عامر بن سعيد الغفيري توقيته الزمني 5:55 سبعة أجزاء من الثانية. والمركز الثالث شعار عايض بن رفعان القحطاني مع ريمان 5:57 سبعة أجزاء من الثواني. إذا تهانينا والناموس للجميع.